السلام الله عليكم اخوتي اخواتي، كما وعدتكم وقلت لكم بانني غادي ان شاء الله نجيب لكم الجديد، فانا ان شاء الله غندخل معكم دايريكتومون وغادي نشرح لكم كاش بيب الطريقه كيفاش نربح. العمليه الاولى هو انه الا بغيتي تسجل في كاش بيب ضروري خاص يكون عندك واحد لو كود دو باريناج. الوغ هذا الكود دو باريناج هو الشخص اللي احتضنك، يعني الشخص اللي عطاك المعلومه او بارطاجيتي معاه. فان شاء الله في الاسفل غادي تلقاو لو كود ديالي باريناج، دونك ما طمع في انا فقط لا جزاء ولا شكورا. كنتمنى انه الناس اللي شافوا المعلومه وفتهم ولقاو بان لو سيت فيه معلومات والشرح كان سهل وبسيط، فنتمنوا على انهم ياخذوا لو كود ديالي باريناج، سينو كانوا كيعرفوا شي واحد. ما عندي حتى شي اشكال، فلله الحمد. من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الوغ بلا ما نضيعوا الوقت غادي نمشيو ديريكتومون ان شاء الله كيفاش نطبقوا لي زانفورماسيون ديالنا وكيفاش اننا ندخلوا. الو باغي انك تدخل لو سيت، باغي انك تربح 1000 درهم عن طريق 50000 نقطه، كيفاش غادي تجيبها؟ في البدايه خاص دير سانسكريغ. الو كليكيو على سانسكريغ، على دونك كيعطيك واحد الفورمول اللي هو واحد المجموعه ديال المعلومات خاص ضروري انك تعمرهم. مثلا فوالا لو سيكس، واش ام ولا فام، واش ذكر او لا انثى. دونك غادي نكليكي مثلا الشخص، دونك شخص دونك انسان، كانت انسانه ولا فام. ابري لو نو، دونك غادي ندير الاسم ديالي وغادي ندير لو برينون ديالي اللي هو الاسم ديالي الشخصي. لاج، شحال عندي في لاج، مثلا ندير لاج ديالي محدود ما كاينش فيه مشكل، يعني من 18 عام طلع الفوق. بروفيسيون يعني المهنه ديالك الحاليه، سالاري واش اجير، واش ايتوديون انك طالب، الكوميرسون تاجير، ولا بروفيسيون ليبرال على انك حر، تجاره حر يعني مقاول ذاتي مثلا. الوغ لا ريجيون كتنتمي لاي منطقه من هاد المناطق، واش سوس مال صدرها، فاس مكناس، قلمي مدنون، العيون، الداخله، حتى الا كنتي في فرنسا مثلا ممكن انك تدخل بحكم انه دونك كاين واحد لو سيستيم، دونك سي ديفيزي بارتو، دونك في فرنسا ولا في المغرب. الايميل ديالي وحاجه اللي هو مليحه وضروريه، ضروري خصني ندخل الايميل ديالي. المود باس، دونك هاد المود باس هو ضروري خصو تحافظ عليه، لانه بيه باش غادي تبقى تدخل. ولكن سيبوزون ما قدرتيش انك تدخل، دونك كاين مود باس اوبليي، وديريكتومون كتقدر تستقبل لو كود ديالك الجديد وكتحاول عاوتاني تغينيسياليزي هذاك لو مود باس. الكود دو باريناج هو اللي غادي نبارطاجيه معكم ان شاء الله، راه ما يمكنش اي واحد يدخل، فلا بد من الكود باريناج اللي هو لو كود الخاص، الكود الخاص باي شخص مثلا بغى يدخل.